الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة الطماطم سواء داخل البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية. الحلقة ده هي بقدمها وبقول دي أسلحة الدمار الشامل للتوتا أبسليوتا، ورغم المسمى الكبير إلا أن التوتا أبسليوتا حتى الآن لم يظهر لها أي سلاح دمار شامل يقضي عليها، تمام؟ ودي طبعا بسبب عدة مشاكل. المهم هنطرح فيما بعد المشاكل بتاعتها، وكنت عملت فيديو قبل كده، ولكن كل ما بتكلم أي حد للأسف عن التوتا أبسليوتا بقولك أصل يعني كل شركة بتبرأ نفسها، وكل حد بصراحة برأ نفسه من قصة التوتا أبسليوتا دي، تقول لك أصل المهندسين اللي موجودين ما بيكافحوش كويس، أصل المفروض تستخدم إيه وما استخدمتش إيه. أنتوا عارفيني إن أنا راجل يعني عملي شوية، وأنا مش من محبين المكاتب بأمانة الله يعني، وعلى طول متواجد. فلما بكون متواجد في المواقع نفسها فبالتالي بشوف كل حاجة يعني. فعملنا المصايد اللي هي دي اللي فيها مية طبعا، فيقول لك لا 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 أصل اللون بتاع اللمبة المفروض يكون خافت شوية. عملنا خافت حتى ما لقيناش اسود، قلنا نعمل ازرق او اخضر شوية. بعد كده قالوا لا ده لازم تحطوا الفرمون، فابتدينا نحط الفرمون اللي هو اللي بيجذب الحشرات او الذكور ليه، بحيث ان احنا نتخلص من كمية كبيرة سواء في المية دهيا او ايا كان يعني. المهم ان احنا في الاخر بنلم الذكور بنلمها في المية، وبالتالي بيحد من عملية التكاثر شوية، تمام؟ او حتى لو الذكور والاناث جم هما الاثنين بيسقطوا في الميه اللي انتوا شايفينها دي، وخصوصا بالليل. طبعا بالنار ما فيش اي فايده من القصه دي، ولكن بالليل بس. بعد كده قالوا لا والله احنا المفروض فكره الفجر دي طبعا عندي من سنه او سنه ونص والله موجود عندي، اللي احنا بنحط فيه ماده حامله وبنحط المبيد، تمام؟ بتاعنا بيكون لمبادة أو كلوروبيروفوس، المهم من المبيدات دهيا اللي هي بتقضي على الحشرة وبنبخر بيها، تمام؟ فلما بنبخر طبعا 10 دقايق بتلاقي البيت اللي هو مساحته 2000 متر او 2500 متر ده هو بتلاقيه كلته طبعا عبارة عن دخان. المفروض هي بتموت، لان ده الدخان ده هو وسط منتشرة فيه، ما في فايدة برضو، تلاقي التأثير نفسه ضعيف يعني. استخدمنا اللزقة اللي احنا شايفينها، رغم يعني اللزقة مشكلتها في حاجة، مشكلة اللزقة اولا المساحات صغيرة ومساحة اللزقة نفسها صغيرة، تمام؟ غير كده كمان المفروض ان انا بشتغل ان هي يعني تأثيرها برضو بسيط على اللزق بتاع الحشرات الكبيرة بالذات يعني، تمام؟ بتخلع منها. هي في الذبابة البيضاء ممتازة، في الحاجات الهموشة ممتازة زي ما احنا شايفين اهي اللزق اللي قدامنا، بالإضافة ان طبعا سعرها غالي جدا، وممكن تتملى في يعني يومين اتنين تكون المسطح بتاعها مليان كله حشرات، وبالتالي خلاص قيمتها خلاص ما عادش بقى بتشيله. شوف، فدي برضو مشكلة من المشاكل اللي قابلتنا، تمام؟ من أجود الحاجات وأفضل الحاجات اللي أنا شفتها بصراحة ربنا في القصة دي هي الصاعق الكهربي، تمام؟ الصاعق الكهربي فيه إضاءة، فالإضاءة طبعا بتيجي بالليل فيه اللمبة زي ما احنا شايفين، بنشوف اللمبة، تمام؟ اللمبة عندي بتدخل الحشرات، فبالتالي بتدخل في المجال الكهربي فبالتالي بتموت، مفيش امكانيه بقى ان هي تطير تاني. لو النبي والصبح طبعا بنجيب المنفاخ او البتاع بتاع الهواء ده اللي بيبقى زي العلند الحلاق ده، وبنطير شويه زي ما انتم شايفين كده الذبابه او التوتا ابسليوتا، حشره التوتا ابسليوتا اللي هي فيها، تمام؟ المبيدات بكل الطوائف بتاعتها، ان كان المبيدات اللي هي بتستخدم على طور الفراشة
أو اللي بتستخدم على طور اليرقة للأسف. وطبعاً إحنا عندنا مشكلتنا في اليرقة مش مشكلتنا في الفراشة، ولكن الفراشة برضو يعني لازم، لو أنا خلصت على الفراشة أصبحت الدنيا كويسة عندي يعني. يعني أنا لو خلصت على الفراشة أصبح ما عنديش، ما عادش فيه بيض بالنسبة للفراشة، وبالتالي ما عادش فيه يرقات أو عزاري، تمام. ولكن للأسف مشكلتنا في الحشرة دي إن هي أولا الفراشة سريعة جدا، عندها هروب من المبيد بشكل غريب جدا، تمام، عندها هروب من المبيد بشكل غريب جدا، وعندها مقاومة غريبة جدا، والسلوك بتاعها ابتدى يتغير. ابتدى يتغير ازاي يا جماعة؟ يعني في الطماطم الكبيرة انا كنت بلاحظ ان طول ما الطماطم صغيرة هي بتاكل تحت، تمام، وطول ما هي بتاكل تحت ما عنديش مشكل. انا المشكل دلوقتي سلوكها اصبح يعني اجريسيف او عدواني اكتر من الاول، تمام، فأصبحت بتطلع فوق وبتاكل فوق في القمة النامية، وده طبعا أنا مراقب لها عن يعني عايش ومتعايش معها، وبالتالي يعني حالتها مش عارف. فأصبح السلوك بتاعها اتغير، ما عادش بتاكل بقى في الورق اللي تحت كده، لا ده ابتدت تطلع لفوق وبتاكل في القمة النامية، وابتدت سنة عن سنة أنا بلاحظ إن سلوك الحشرة يعني التوتا أبسلويتا مقبل على وضع يعني مش هيقف قدامه أي حاجة خالص إن كانت يعني، تمام. فالمبيدات طبعا المبيدات ما حدش يقول لي، اي واحد هيقول لي مبيد بيجيب التوتا ابسلوت اقول له انت كذاب على طول، والواتس موجود عندكم، وانا رجب الشبراوي معروف في كل الوطن العربي، ما بزكيش نفسي بس دي حقيقه، تمام. اي واحد يقول لي مبيد انا يجيب لي مبيد، وانا ما حلتيش فلوس، تمام، ولكن تقدر تقول سيادتك انا اشتغل عندك سنه كامله بدون راتب، انا بقر وبعترف تسجيل صوتي اهو، تمام، اشتغل عندك سنه كامله بدون راتب، لو جبت لي مبيد قلت لي حط دهوت هيموت الفراشه بتاعتها، بص ومش هقول لك يعني في يوم وليله، لا انا مديك شهر كامل من اوله لاخره في الصيف عشان كلامي واضح، مش في الشتاء، في الشتاء سهل الامور، ولكن في الصيف درجه الحراره العاليه بتبقى الحشرة نشيطة جدا نتيجة ان الحرارة نفسها درجة الحرارة مساعدها، التكاثر بتاعها بيصبح اكتر، عدد البيض اساسا فيها كتير، فبالتالي بيصعب ان انا اعمل كنترول على الحشرة، حشرة التوتا ابسليوتا، تمام. كل الشركات بدون استثناء دخلت مبيدات، ودخلت اتنين مادة فعالة كمان في المبيد، تمام، ولكن دون جدوى، تمام، إلا إن أنا بقسم المكافحة بتاعتها بالمبيدات البشردية البيروسريدي أو المبيد الفوسفوري، تمام، بستخدمها على الفراشة ماشي، وبدخل بحاجة زي الكوراجين أو حاجة زي الأفانت أو حاجة زي التريسر أو حاجة زي الرانر، كل الحاجات ده هي بدخل أشتغل بيها على اليرقة، تمام. اليرقة يعني ممكن يعني نشتغل معها شوية أو نقدر نوقفها شوية وبتوقف، مشكلتنا في الفراشة أو الحشرة الكاملة، تمام، أنا اليرقة عنديش مشكلة فيه، الحشرة الكاملة أو الفراشة هي اللي مشكلتي. اليرقة ممكن بلم الورق المصاب من تحت لأن سلوكها بتاكل من تحت طول ما الطماطم في الوضع اللي انت شايفه ده، تمام، فبتاكل من تحت، ما عنديش انا مشكله خالص، ممكن الم الورق اللي هي فيه اليرقات دهيت وبطلعه وبحرقه وقتي في المحرقه في المزرعه، تمام، وبنبه على كل المهندسين كده، ولكن مشكلتي انا في حاجه واحده بس، الفراشه، لان انا شلت اليرقه، طب انا قطعت ديل الحيه، ما راس الحيه لسه موجود، او قطعت راس، طب ما الراس التانيه لسه موجود، دي حيه براسين، بصراحه من اسوأ الحاجات اللي شفتها في حياتي، او تقدر يعني وقف كل العالم كله، يعني يمكن السرطان دلوقتي لقوا له حتى علاج بيوقفه شوية، لقوا الفشل الكلوي، لقوا الفيروسات، يعني كل حاجة لها حاجة إلا الكارثة دي اللي للأسف ما احناش قادرين بصراحة نعمل فيها أي حاجة خالص، تمام. والمكافحات اللي حضرتكم شفتوها قدامكم دي
إذا ما كانش الناس كلها متعاونة مع بعض وبتنفذها مع بعض ما هيحصلش. يعني عشان تعمل لي مصيدة فرمونية أو تعمل لي صاعق في وسط مثلا كل الفلاحين حواليك أو كل المزارع مش عاملة الكلام ده ولا يجدي أساسا. ليه؟ لأن دي زي ما قلت لحضرتك سريعة جدا وسريعة الانتشار وحلها يعني من أسوأ ما يكون. المهم في الآخر بنقول كل العوامل ده هي لازم تكون موجودة في البيت المحمي عندك علشان تقدر تجيب نتيجة معاه. أما إن احنا